حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع النائب عبد الامير تعبان الدبي النائب عن كتله صادقون. حياك الله شيخ. اهلا وسهلا بكم. انا قلت لك شيخ ما قلت لك نائب، على اعتبار انه السياسه متغيره ولكن المشيخه هي ثابته. الله يسلمك الله يحفظك. فاني راح استثمر سعه صدرك وحكمتك العشائريه بطرح اسئله ربما يعني كانت تطرح ب سطحية ولكن أنا راح أتناولها بتفاصيل ربما دقيقة. أهلا وسهلا بيك في بيتنا في بغداد وبالكادر اللي معاك، وتحياتنا لجمهورك الكريم جمهور قناتكم الرائع. شكرا لك شيخنا. شيخنا أريد أبدأ بسؤال ربما هو شخصي أكثر ما هو سياسي. أريد أعرف شنو علاقة الشيخ عبد الأمير تعبان الدبي بسلطان هاشم أحمد؟ يعني لما توفى بسجن الحوت الشيخ عبد الأمير تكفل بنقله بإسعاف خاصة وفر حمايته، ومحافظة ذي قار لاقت ويلات وربما حتى عشيرتك وأنت منهم ويلات من الحزب البعث. شنو العلاقة أنه الشيخ عبد الأمير يتكفل بنقل أحد أزلام حزب البعث؟ بعد التحية لكم وأشواقنا لكم. الله يخليك شيخنا. الله يخليك شيخنا. إحنا تدري اليوم العراق تغلب عليه أو يغلب عليه النسيج القبلي، لأنه أنت العراق هو البلد العربي الوحيد اللي تحكمه ثلاث سلطات: الدينية والعشائرية، السلطة الدينية والعشائرية والقانونية الدولة. قانون الدولة وهذني متلازمات يعني واحدة تكمل الثانية، سواء كانت في السراء أو الضراء. يعني كان البلد قوي فالبلد أكيد يعتمد على السلطة الدينية اللي هي تتمثل بالمرجعيات، والسلطة العشائرية اللي هي دائما السند والداعم للدولة في الظروف الصعبة. لذلك فهناك علاقات ممتدة ما بين القبائل من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق وإلى الغرب. يعني أنت ما ممكن أن تجي لقبيلة تلقاها فقط منحصرة في ذي قار، وما ممكن أن تجي لقبيلة تلقاها منحصرة فقط في الأنبار أو الموصل. إحنا كقبائل طي، قبائل طي منتشرة بكل العراق، يعني من الموصل إلى البصرة ومن ديالى إلى الأنبار، وعدها امتدادات بالدول العربية المجاورة. يعني إحنا قبائل طي موجودة في سوريا وموجودة في الأردن وموجودة في الجزيرة العربية اللي هو دول الخليج. لذلك العلاقات شقد صارت يعني الطائفية بالعراق ما أثرت على النسيج العشائري، ما أثرت على النسيج العشائري. يعني كانوا الأخوة أبناء الجماعة من القبائل يجون للناصرية ويجون للعمارة، وأيضا شيوخ محافظة ذي قار يذهبون إلى الأنبار ويذهبون إلى صلاح الدين، ما تعرضوا إلى يعني إبادة طائفية أو إرهابية. فالحمد لله النسيج العشائري بقى ثابت. إحنا تعاملنا مع موضوع سلطان هاشم أحمد هو موضوع عشائري، هو ينتمي إلى قبيلة طي ونحن قبيلة طي أيضا، نرجع مرجعنا إمارة طي. واتصل بي الأمير صباح بن غازي الحنش، أنت تعرف بذاك الزمن زمن النظام البائد كانت الحكومة يعني النظام السابق هو يعني امتداداته وجوده في المنطقة الغربية أو المنطقة القبائل أبناء الجماعة اللي هي الموصل صلاح الدين الأنبار. فإحنا بالواحد وتسعين صدر علينا أمر تصدير أموالنا المنقولة وغير المنقولة، والدي وإخواني. فتدري ذاك النظام كان يعني أكو علاقات قوية قبلية، بحيث الشيخ غازي الحنش رحمه الله كان أغلب يعني عنده علاقات قوية بذاك النظام. وقف لكم؟ فوقفنا بذيك الفترة لما صدر علينا أولا إلقاء القبض علي أنا وودعت بالسجن، وجابوا أنا من أمن ذي قار إلى الرضوانية، وصدر علينا قرار مصادرة أموالنا المنقولة وغير المنقولة. هذا فيما يخص بيتنا احنا، بيت حجي حسن علي التعيبان والدي رحمه الله. اثنين، قبيلتنا قبيلة الدبات السنبسية الطائية صدر علينا امر ترحيل الى الشرقاط،
لأنه إحنا في انتفاضة 91 قبيلتنا كان لها الدور البارز والألمع في الانتفاضة الشعبانية وقدمنا شهداء وسقطنا المحافظة في وقتها. فصدرت علينا بديش الفترة ترحيلنا ترحيل القبيلة إلى الشرقاط في محافظة نينوى. زين شيخ، أنت موقفك مع سلطان هاشم أحمد هو موقف أنه هذا ابن عمي وأنا لازم أوقف له، لو موقف شغلة خواطر مع شيخ اتصل بي؟ جايك بالحديث أنا. فذاك الموقف تسجل للشيخ ولقبيلة الطي، فاتصل بي، كان عندنا المحافظ نوري فيصل شاهر، ولغى موضوع الترحيل ولغى موضوع مصادرة أموال الغير المنقولة، وتم إطلاق سراحي. فلما اتصل بي الأمير صباح ابن غازي الحنش الموجود الآن حول موضوع سلطان هاشم أحمد، فاعتيادي وفاء لذاك الموقف نقوم بواجبنا كعشائر، لا علاقة للسياسة بهذا الموضوع ولا علاقة بالنظام السابق. هسه أنا أريد أجاوب حتى أنتقل لموضوع آخر. هو ابن عمك وقفت له موقف؟ ابن قبيلة وقمنا بالواجب الأخلاقي اللي يحتم علينا. تمام زين. أريد أسأل شيخ، أنت أكثر شخص ناقم من مستشاري سيد الكاظمي. نعم. على أدخل بالسياسة قبل. نعم. وياك. نعم. ما أعرف شنو سبب النقمة من سياسة مستشاري سيد الكاظمي. إحنا لما تم الاتفاق بين الكتل السياسية على اختيار دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعد ما مر البلد بأزمة سياسية وأزمة اجتماعية اللي هي تظاهرات. نعم. وكانت هناك أزمة بحق عندما تم ترشيح عدة شخصيات وتم رفضها من قبل رئيس الجمهورية ولم يتم الاتفاق عليها، وحصل الاتفاق على مصطفى الكاظمي. للأسف الشديد مصطفى الكاظمي اختار أشخاص أصدقاء سابقين كانوا بالإعلام أو كانوا في مرحلة معينة أصدقاء، اختارهم ليكونوا مستشارين، وهؤلاء المستشارين تعدوا حدود صلاحياتهم. شون؟ يعني كان المفروض من السيد الكاظمي أن يجعل كل ذي منصب أن تكون إلى دائرة في حدود صلاحياته. لا يمكن أن يقرر، أو من المؤسف أن يقرر رئيس الوزراء قرار ويأتي المستشار ليطرح رأي آخر ويمشي رأي المستشار. والدليل نحن في محافظة ذي قار تدخلوا المستشارين تدخل سلبي في المحافظة، وهم مستشارين السيد الكاظمي، وإحنا كنواب ذي قار وأنا شخصيا طالبت السيد الكاظمي كثيرا أن نلتقي به ونحكي له ظروف المحافظة وحيثيات الأحداث اللي صارت بالمحافظة، لكن للأسف الشديد كان تحت تأثير المستشارين يمنعونه أو يطرحون عليه رأي عدم مقابلة. المستشارين اللي يمنعونه هم معروفين، كاظم السهلاني ومشرق عباس، حتى ما نظلم الآخرين. يعني أنت عندك مشكلة مع كاظم السهلاني؟ أنا ما عندي مشكلة. يعني قصدك إنه هم يتجاوزون صلاحية رئيس الوزراء اللي هم مشرق عباس؟ مشرق عباس وكاظم السهلاني. بقية المستشارين؟ لا، تصريحات أحد المستشارين هشام، أعتقد هشام داود. هشام داود تصريحاته كانت غير موفقة، وتصريحاته كانت تجاوز على رئيس الحكومة. ربما تصريح غير موفق ما ينحسب يعني كموقف. ما عندي مشكلة ويا هشام، ولكن المشكلة هي مع مشرق عباس ومع كاظم السهلاني، تدخلهم سلبي في محافظاتنا الجنوبية والوسطى، وعدهم أهداف انتخابية ومصالح شخصية يتحركون. هسه مشرق عباس ابن غير محافظة، محافظات بعيدة عن الجنوب، لكن كاظم السهلاني ابن البصرة. كاظم السهلاني يعني يعرف بوضعية الجنوب لما يدخل، يعني تدخلاته واضحة في البصرة وفي الناصرية، وإلى حضور في ساحات التظاهر، ويعني تفاصيل يعرفها حتى الإعلام. فتدخله كان سلبي، والآن هم أسسوا تيارات سياسية أو من أجل خوض الانتخابات. عندك معرفة بهاي التيارات؟ والله هم هواية تيارات، هم يعني سبق قبل مدة دكتور علاء الركابي أعلن عن تيارة. وآخر على ركاب شنو ربطه بمصطفى الكاظمي؟ متظاهرين، يعني حركة تشرينية. ليش الكاظمي خيار متظاهرين لو خيار مجلس نواب؟ هو اجى وليد للحالة اللي مر بها البلد، حالة تظاهرات، وإلى علاقة بالمتظاهرين، وهو يلتقي بهم والتقي بهم وتواصل مستمر وياهم عن طريق كاظم السهلاني ومشرق عباس. منو اللي نصبه؟ ايه الكتل السياسية. المتظاهرين شنو دخلهم بي؟ المتظاهرين لهم دور وقرار، يعني ناس هم اليوم لهم صوت عالي ولهم دور، وأيضا لهم دور كبير في وصول شيخ الكاظمي إلى الشيخ. يعني أنا هسه أو هسه مو كإعلامي، كمتلقي لما أسمع كلام الشيخ عبد الأمير
وأراجع ذاكرتي أو أراجع بمواقع التواصل يوتيوب أشوف تنصيب الكاظمي كان حاضر هادي العامري، كان حاضر ممثلين عن سائرون، عن الكتل السنية، عن الكتل الشيعية، عن الكتل الكردية، الكل حاضرة. الكتل السياسية صحيح. أنا ما شفت على الركاب واقف ولا شفت كاظم السهلاني، فإذن هو له خيار متظاهرين له خيار كتل سياسية. ما دام الدستور يحكم البلد، إذن اليوم أنت لما تختار رئيس حكومة إذن وفق الدستور، يعني ما تجيب ناس من ساحات وتقولهم اختاروا هذا رئيس الحكومة. الدستور خل نعوفه. أكو آليات. الدستور نعوفه. أكو آليات غير أكو آليات تنصب رئيس حكومة. الآليات الكتلة الأكبر. إحنا من الأساس ما عندنا آليات، والدليل ب 2018 تتذكرها تنصيب السيد عادل عبد المهدي ما كان على كتلة أكبر، كان على اتفاق سياسي. توافق سياسي. هذا ما موجود. توافق سياسي وتم ترشيحه إلى رئيس الجمهورية وتكلف بتشكيل الحكومة. إيه نعم. يعني ما كان أكو معيار للدستور. الدستور حقيقة تم خرقه من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل الكتل السياسية، حتى أكون صريح وياك. الدستور شماعة يعني يعلقون عليها فشلهم وإخفاقاتهم وتجاوزوا عليها كثيرا للدستور. زين شيخ، محافظة ذي قار يعني محافظة لم تهدأ إطلاقا يعني منذ انتفاضة تشرين وإلى الآن، شنو السبب؟ هسه كاظم السهلاني جاي يحرك الناس بالتظاهرات هناك، ما اعرف شنو السبب، شنو اللي جاي يصير بذي قار؟ انت من ذي قار اسالك. نعم، محافظة ذي قار محافظة مظلومة منذ سقوط النظام الى اليوم، وفي زمن النظام مظلومة. يعني هسه لما تروح للمحافظة وتشوف نسبة الخراب اللي بيها، وتشوف نسبة الفقر، الحكومات المحلية المتعاقبة عليها ما انصفتها ولا قامت بواجبها اتجاه اهالي الناصرية واهالي ذي قار. تمام. لذلك يعني التظاهرات اللي حصلت في البداية كانت الناس الطالبة بحقوقها، ناس الطالب بتعيينات، وناس الطالب بخدمات، وناس الطالب باستحقاقات أو حقوق لم تلبى. بعد تغيير الحكومة استمرت التظاهرات واستمرت المطالبات، لكن للأسف الشديد تدخلت أيدي خفية أو أيدي خارجية أو تدخلات داخلية في المتظاهرات، تسببت في أذى المحافظة، تسببت في أذى المتظاهرين الأصليين اللي هم أبناء المحافظة اللي طالبوا بحقوق المحافظة، وهذه التدخلات أثرت سلبا على وضع المحافظة. تدخلات خارجية. تدخلات خارجية طبعا. من وين؟ أنا دائما أحكيها تدخلات خليجية وتدخلات من دول مجاورة. شلون؟ واضح العملية. يعني انت اليوم شنو الدليل شيخ؟ الدليل موجود. يقول لك هذا اتهام. لا مو اتهام، الادله موجوده عند الاجهزه الامنيه، عند المخابرات وعند الاستخبارات بالمحافظه. انت مطلع على الادله؟ طبعا مطلع عليها. شنو هي الادله؟ الادله بان هناك اموال تجي من دول خليجيه وتوزع على ناشطين مندسين بين المتظاهرين، وهم اللي يسببون حالة الانفلات الأمني أو قطع الشوارع أو حرق الطرق أو التجاوز على المؤسسات أو حتى التجاوز على الناشطين المدنيين والتجاوز على الأجهزة الأمنية وقتل كثير من ال. هاي شلون جاي تدخل أموال؟ بها طريقة؟ تدخل عن طريق الشركات الصيرفة. أها. تدخل يعني هاي مثبتة؟ مثبتة وموجودة وموجودة ملفاتها يعني. زين ليش ليش الأجهزة الأمنية ساكتة وما معتها أي تحرك؟ الأجهزة الأمنية بزمن عادل عبد المهدي يعني جردوا القوات الأمنية من كل مصادر قوتها. لا تحمل سلاح، لا تطلق نار، لا تضرب، يعني ظلوا يقتلون المنتسبين الأمنيين أمام الأنظار وبالشوارع، يسحلون من قبل هؤلاء المندسين. زين شيخ، أنت تحدثت يعني بحوارنا عن تظاهرات الناصرية، ربما كنت يعني عندك قناعة بتظاهرات ما قبل عبد المهدي. نعم. ولكن بإقالة عبد المهدي تغيرت الموازين. نعم. أي زين، أنا أريد أسأل إنه أنتم كنواب الناصرية، المجزرة اللي صارت بالناصرية، مجزرة سوق الشيوخ، مجزرة الجسر الزيتون وغيرها، ما كان لكم موقف؟ إحنا بالنسبة إن أنا شخصيا موجود الآن وسابقا بين أبناء المحافظة، بين أهلي وناسي، وأتجول بكافة الوحدات الإدارية وبأريحية وأمارس حياتي الاجتماعية من ناحية أداء الواجب للفواتح والمناسبات وزيارة الدوائر، لكن تعرض النواب إلى الاعتداءات وحرق البيوت وتهديمها
وتعرضهم إلى الاغتيالات جعلتهم يبتعدون أغلب نواب محافظة ذيقار إلى بغداد. هذا جعلهم ما يمارسون عملهم الرقابي في المحافظة بسبب وجود ناس تهاجمهم، وهذا أصبح يعني من الثوابت. يعني عندنا نواب أربعة حرقوا بيوتهم بالشطرة، ونواب في محافظة حتى نواب سابقين، يعني نواب مو بهاي الدورة، عندنا نواب سابقين تعرضت بيوتهم إلى الحرق والتهديم والتخريب. فهاي العملية بعدت النواب عن ممارسة دورهم، ولكن الآن النواب بعد استقرار الوضع الأمني بالمحافظة رجعوا يمارسون دورهم الرقابي والاجتماعي بالمحافظة. محاسبة حكومة بغداد بمعزل عن الحكومة المحلية، ليش ما كان لكم موقف مع حكومة بغداد؟ احنا أعلننا لأكثر من مرة لمواجهة رئيس الوزراء من أجل التباحث أو التداول حول وضع المحافظة، ولكن للأسف الشديد السيد الكاظمي يرفض دائما مواجهة النواب ومقابلتهم من نواب ذيقار، في حين هو يوميا يقابل مختلف الشرائح، يقابل فنانين، يقابل إعلاميين، يقابل شيوخ عشائر، يقابل كل شرائح المجتمع، ولكن نواب ذيقار ما يلتقي بهم عدا شنو السبب؟ سبب ما أعرف، هو سبب عنده حس كل نواب ذيقار من قابلهم؟ فقط لجهة معينة يلتقي بها. من هاي الجهة؟ يلتقي مع نواب كتلة سائرون. مع سائرون؟ فقط مع سائرون. يعني سائرون داعمين للكاظمي؟ ما أعرف داعمينه أو ما داعمينه، هو الكاظمي يعني هو يلتقي فقط بهم، أنا شخصيا ما يلتقي بيه، الفتح ما يلتقي بينا نهائيا؟ نهائيا، يعني من صوتنا عليه في مجلس النواب، جه هو لمجلس النواب وقعد يمنا بالكافتيريا، أنا بعد ما شفته. زين أنت أكو تصريح لك تقول الكاظم هددني. الكاظمي ملتقي مع أحد نواب سائرون، أيه، ومتحدث معه قايل له النائب عبد الأمير العتيبان يحكي علي ويهاجمني دائما، لذلك بلغه أنه للصبر حدود. إيش تعتبر هذا تهديد لو مو تهديد؟ جوز تخذ طرق قانونية. فأني لما أهاجم أو أنتقد أداء الحكومة، أنا ما أنتقد شخصيا، أنتقد أداء حكومة، وهو اليوم بمنصب، هو مو مصطفى الكاظمي شخص ابن العائلة اللي هي من عدنا من الشطرة ومن محافظة ذيقار، أنا أنتقد مصطفى الكاظمي كرئيس لوزراء حكومة عراقية عنده إخفاقات وعنده ضعف في قراراته، لذلك ننتقده، وهذا واجبنا احنا كنواب، وإذا يريد يتبع الطرق القانونية فمفتوحة أبواب المحاكم. بس أنت أخذته كتهديد اعتبرته؟ طبعا تهديد، هو لحد الآن ما زال التهديد قائم، أنا بلغت حتى أفراد عشيرتي يعني وأهلي، أنا إذا في حالة تعرض لأي اعتداء فيتحمل مسؤوليتها هو. شيخ أنتم هذا هسا رئيس وزراء ابن ولايتكم، أنتم هاي كم رئيس يطلع من الناصرية؟ هذا الرابع أو الخامس؟ والله ناجي طالب ومحسن السعدون مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي، الرابع مو؟ الرابع. ما دعمت واحد بيهم؟ لا والله مو ما دعمنا، هو الموضوع رئيس حكومة العراق، هو دولة العراقية، يعني هو مو رئيس وزراء للناصرية أو لذيقار، شنو اللي يقدموا لذيقار كلهم؟ يلا قل لي ناجي طالب شنو اللي يقدم لذيقار؟ أو عبد المحسن السعدون شنو اللي يقدم لذيقار؟ أو عادل عبد المهدي شنو اللي يقدم لذيقار؟ قدموا قد يكونون للبلد بشكل عام، بس ما قدموا لذيقار. يمكن ذيقار صبغتها عشائرية اللي سيطر. عشائرية 55 قبيلة عامة بها، هي اللي سيطر مو سيطر قرار الدولة. أي لا لا، يعني اليوم الدولة هي المسؤولة عن 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 خطة إعمار البلد، اليوم رئيس الحكومة استنادا للمادة 80 هو المسؤول عن رسم السياسة العامة للبلد، يعني مشكلة وأي واحد يجي بيهم، أي واحد يجي شيخ بيهم شيخ مشكلة يتحول إلى عدو إلى ذيقار. شيخ مشكلة لا يستقبل شيوخ قبائل ذيقار ولا يقدم. لا أنا هاي شغلة قبائل ذيقار أرد أحكي وياك بشغلة معينة، ولكن شغلة ذيقار هي محافظة يسارية ربما، يعني هي اللي كانوا يسمونها موسكو العراق بكثرة الشيوعية. صحيح. هي اللي طلع منها حزب البعث. صحيح. فؤاد الركابي هي اللي طلعت حزب الدعوة، يعني دائما هي محافظة يسارية. ذيقار عاصمة العشائر والقبائل وعاصمة الحضارة وعاصمة السياسة وعاصمة الفن وعاصمة الأدب وعاصمة الشجاعة والرجولة. طيب شيخ خلينا نروح الفاصل ومن ثم نعود.
مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود. من جديد عدنا مشاهدينا الكرام. شيخ قبل الفاصل تحدثنا عن ذي قار ووضع العشائر، بداية تظاهرات تشرين عبد المهدي التقى بشيوخ العشائر وكان معظم شيوخ العشائر من ذي قار، بس ما شفت عبد الأمير تعبان الدب هو أيضا من الشيوخ المهمين في ذي قار، ما كنت موجود بالاجتماع؟ كنت موجود لما أجوا الشيوخ، أنا كنت موجود وكان موجود رئيس أركان الجيش في حينها الفريق، ما أعرف جزء الكاميرات إيه لأن الكاميرا ما طلعتني، بس أنا كنت موجود مع الشيوخ العموم المحافظة، مو كلهم أغلبهم. زين، شنو موقفك على اللي صار؟ وين اللي صار؟ صارت أكو مشادة كلامية بين شيخ عشيرة البدور مع السيد عبد المهدي؟ لا أي شيء ما صار، هذا اللي سرب للإعلام. لا 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 أبدا أي شيء ما صار، بالعكس كان لقاءه تداول وياهم عادل عبد المهدي بوجود رئيس الأركان وفريق عبد الأمير يار الله وقائد عمليات الرافدين، وكان حتى محافظ ذي قار بوقتها سيد عادل أعتقد الدخيلي. عادل الدخيلي. إيه إيه، وكان موجود شيخ عامر غني الصقبان وشيخ فرهود رحمه الله اليوم توفى، وشيخ صباح بدر رميض وأغلب الشيوخ العموم لمحافظة ذي قار أنا كنت موجود، فما صارت أي تداول وياهم على مشاكل المحافظة وعلى السبل الكفيلة لحل الأزمة وما صارت أي مشادة. ترى عادل عبد المهدي يعني مو بعيد عن المحافظة، صار رئيس وزراء، هو ابن المحافظة، هو ابن المحافظة ومضيفة موجود ببهاون بمدينة النصر، مضيف أبوه هو متواصل طيلة السنين هاي في زمن ذاك النظام وبعد السقوط لما كان نائب رئيس الجمهورية. كان قاسي على الناصرية؟ لا لا تظاهرات؟ لا 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 أبدا أبدا، بالعكس يعني هسه أغلب الناس هي كان السبب إقالته بسبب حادثة اللي حصل بالناصرية، اللي حصل بالناصرية، اللي حصل بجسر الزيتون. إي لأنه هو كان يعني هو تحمل أخطاء غيره، والله هو ما صدر أمر يعني اطلقوا النار على المتظاهرين لأن هم أبنائه وأبنائنا، وهي كانت أعتقد يعني فد عملية لحد الآن يعني أسرارها مخفية، يعني اللي أطلقوا النار على المتظاهرين لحد الآن أسرارها مخفية. إيه إيه ما أعلنت للإعلام لأنه الضباط اللي كانوا موجودين بها يقول إحنا ما صدرنا أمر إطلاق النار. يعني منو اللي أطلق هذا؟ النار إجت من الأبنية القريبة من الناس تدخلوا يعني ملثمين، فكانت أسرارها يعني ما ظهرت للشارع. لكن سيد عادل هو بعد أصبح أمام هاي الواقع. أسرار ما حدث في الناصرية. أرد نعم. أسألك عن ميسان، عن شهيد من كتلة تنتمي إلها الجناح العسكري، شهيد وسام العلياوي، مقتل من قبل متظاهرين لو حزب سياسي. لا لا هو أكو مندسين وعملاء ومجرمين اللي قتلوا مو متظاهرين، يعني العملية اللي تعرض لها الشهيد وسام العلياوي اللي كل الناس شافتها هي جريمة منظمة قام بها مجرمين وليست متظاهرين، وهناك أنا أعتقد دفع دولي بها. ما يعني كان أكو حزب سياسي ند هو يعتبر لكم؟ هذا الشيء أنا ما أقدر أجزم به، ولكن اللي قاموا بها لا أنت كاستقرائك اجتماعاتكم الخاصة عندكم مجلساتكم يعني تعرفونها أكيد، اللي ثبت إدانتهم أعلنت الجهة السياسية أنهم ما ينتمون إلها وأنهم مطرودين من فترة طويلة، فلا يمكن أن نوجه الاتهامات جزافا إلى جهة معينة. والقضاء أخذ مجراه وانحكمه بالإعلام، واعتقد بقسم من عندهم أمس أو اليوم يعني ينفذ بهم حكم الإعدام. زين شيخ، أنا أرد أسألك سؤال، أنه أنا لو أنت لو ما كنت نائب، يعني أنا كصحفي كمتابع ممكن من أسوي لك اللقاء أقول مع الناشط عبد الأمير تعبان دب، تعرف ليش؟ نعم. لأن أنت أكثر شخص قد التظاهرات في الناصرية. صحيح. صحيح. شنو اللي صار؟ أنت صرت نائب غيرت على التظاهرات؟ بالعكس أنا مو ضد التظاهرات، أنا مع التظاهرات سابقا والآن وسأبقى، وأنا أدين النظام السياسي الحاكم بالعراق وأقصر اتجاه شعب العراق، وأنا كنت أقود المظاهرات في شطرة ذي قار في الشطرة والناصرية مع ومعي شيوخ ومعي ناشطين وما زالوا لحد الآن موجودين، ومن موجودين في ساحة الحبوبي؟ موجودين نعم نعم موجودين،
ناشطين ومتظاهرين يطالبون بحقوق المحافظة خاصة وبحقوق العراق عامة. زين شيخ، وأنا معه. أسألك سؤال. فلما صرت نائم أكمل لك السؤال، أكمل لك الجواب. فمن وصلت أنا ما خفت صوتي بالمطالبة بحقوق البلد، وأنا دائما أهاجم النظام السياسي وما زلت، والآن أمامك أهاجمهم وأنتقد أداء الكتل السياسية وفشلها، وكتل فاشلة تحمل الشعب أخطائها بما فيهم صادقون. لا مو صادقون، إحنا يمتجينا، إحنا بهاي الدورة يعني ما كان عندنا وجود بالدولة. هاي السنة الثانية. لا احنا اجينا داومنا بمجلس النواب شهر 9/4/2019. انت لو تقول 3 اشهر 4 اي شيخ المهاتير محمد بدأت المظاهرة خلال سنه بنا. ما اتحمل اخطاء غيري، انا جايب سنه اتحملني مسؤوليه حكومات سابقه. ما اتحمل اكو بصمه. وين بصمه صادقون؟ ما موجوده. ان دور بالتشريع وان دور بالرقابه وان صوتنا عالي والكثير. العدو قبل الصديق اشاد بنو الصديق اشاد بنواب صادقون. هو يقول لك هاي أسوأ دورة برلمانية على اعتبار اليوم هو صار لسنتين ونص. هو شنو اللي ماكو أي استجواب؟ هو شنو اللي استجواب المحافظ وفشل؟ هو شنو اللي صار عندنا إحنا من داومنا؟ أول ما داومنا أولاً تأخرنا 8 أزمة شهور. البصرة، نفوق الأسماك، أنا كلها مطلع عليها. زين حكومتين صار لنا سنتين حكومتين. كل حكومة كل رئيس حكومة نتأخر 6 شهور لإكمال الكابينة. يمتى اشتغلنا ويمتى شفنا؟ والمظاهرات تشوفها قامت وما زالت. يعني الآن الكوت قائمة بها المظاهرات، الناصرية قائمة. ما صار استقرار بالبلد حتى تقوم بدورك. لا الحكومة استقرت ولا مجلس النواب استقر. زين. فما ممكن أنت أن تقيمني على 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 سنة أنا أجيت بيها وكلها يعني أزمة كورونا، أزمة انهيار أسعار النفط، أزمة الشارع، يعني الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة، وقاعد تشوف أنت. زين شيخ، أريد أسألك سؤال مهم. ربما هو يعني ترشح اسمك لرئاسة الوزراء؟ طبعا أنا دائما أعلن وما زلت يعني من تتوفر الفرصة، يعني أنا عندي طموح أن أكون رئيس وزراء العراق. لا أنت ترشحت بعد عبد المهدي، كان اسمك مطروح أعتقد. انطرق اسمي بس كترشيح ماكو أكيد، يعني كتلتنا ترشح بس كتلتنا ما رشحت، بس كشارع وكناشطين وكمحبين يعني انطلق اسمي، اصبح يعني يتداول الاعلام. بس انت ما راح تاخذ رئاسه الوزراء لان القادمه للتيار الصدري. احنا ليش نسبق الاحداث؟ لانه اليوم رئيس الوزراء العراقي هو يخضع لنتائج الانتخابات. يعني اليوم الكتله الاكبر هي اللي ترشح مرشحها لهذا المنصب الى رئيس الجمهوريه. فاذا كانت كتله سائرون تحصل الاغلبيه في مجلس النواب وتصبح الكتله الاكبر، فاستحقاق هذا لا يمكن ان نعترض عليه. واذا حصلت تصادقون الكتله الاكبر، هذا استحقاقها ايضا. من رئيس الوزراء به راح يكون عبد الامير تعبان؟ تختار الكتله، ما اقدر اني اقول وافرض نفسي. الكتله تختار الشخصيه المناسبه لهذا المنصب. زين، تتوقع طموحات التيار الصدر واقعيه؟ أنا أقول سائرون يعني استعجلوا في طرح يعني موضوع رئيس الوزراء منهم، لأن هم رافعين شعار الإصلاح. طيب، والإصلاح اليوم يعني لازم إلى مقومات، والإصلاح اليوم لا يمكن أن يقوم الإصلاح بوجود السفارة الأمريكية في العراق. لا يمكن أن يكون إصلاح. شنو هاي السفارة الأمريكية؟ شنو دخلها بالإصلاح؟ سبب دمار البلد وخرابه وتقييد الحكومات السابقة من 2003 اليوم هي وجود السفارة الأمريكية. بس السفارة الأمريكية، السفارة الأمريكية والتدخل دول الجوار بالبلد. اللي هم كل دول الجوار تتدخل، يعني إيران، إيران، السعودية، تركيا، الأردن، حتى الكويت وصلت تتدخل بالعراق. هاي الكويت البلد الصغير اتجاه العراق تتدخل في شؤون. زين، هو منو يسمح بالتدخل؟ هو هسه السفير يتدخل مباشرة؟ لو اليوم النواب عايفين الجلسات، عايفين الشعب، عايفين التشريع، وقاعدين بالسفارات. مو النواب، لا مو قاعدين بالسفارات، لا هذا أنا ما أقصد ككل. لا أنا ما أقصد ككل، لا مع احترامات المجلس النواب. الخلاف السياسي بين الكتل السياسية، هذول الشيعة وهذول سنة وهذول كرد، والشيعة مختلفين بيناتهم والسنة مختلفين بيناتهم والكرد مختلفين بيناتهم أيضا، هذا جعل السفارة والدول الأخرى يعني تزيد فجوة الخلاف بينهم. فتصبح متسيدة السفارة الأمريكية. يعني اليوم هي صاحبة القرار في الملف الأمني، السفارة الأمريكية هي صاحبة القرار في الملف الاقتصادي. التركية مسؤولة عن يا ملف ملف التركمان،
الإيرانية يعني تدخلها أنا أعتبره تدخل إيجابي، لأنه كانت إن عون في معركة داعش. أي تدخل سلبي للسعودية، السعودية دخلت لنا أكثر من 5000 إرهابي فجر نفسه في بغداد. الكويت عبثت في اقتصاد العراق، والآن تحاول إيقاف العمل بميناء الفاو. تدخل الدول العربية حتى الأردن، يعني الأردن اليوم تأخذ سلع من عندنا وتأخذ نفط على حساب مصلحة الشعب العراقي، مجاملة من قبل الحكومة العراقية. هاي اتفاقيات قديمة أخو الحكومة، مو قديمة، هذا فتشي موجود ومن المسلمات أصبح. يعني شنو احنا نطي يوميا 10,000 برميل للأردن بأبخس الأثمان واحنا نعاني من مشكلة اقتصادية وأزمة اقتصادية؟ شنو احنا نرفع الضريبة عن 380 او 320 سلعة تجينا من الأردن؟ وين دعم المنتج الوطني؟ احنا لما نرفع الضرائب والرسومات عن بضائع تجينا من الأردن، هاي راح تشجع المنتجين العراقيين يروح للأردن يسوي معامل ويودينا، لانه ماكو رسوم. انا هسه كمتلقي جزء من يسمعنا اكو سؤال بذهني انا راح اساله لك. وشنو يعني ايران تعطيني تبادل تجاري 13 14 مليار؟ كل الدول المجاورة شنو جابت لي عصير؟ هو شنو العصير؟ وتركيا. انا ما اقدر اصنعه، هو مي وشكر ولوم. وتركيا ايش قد انت بالسنه تستورد من عندها؟ 20. والسعوديه مو قاعد يدزون اللبن والقشطه؟ ايه. ليش بس ايران نهاجمها؟ لا لا انا اقصد ككل. تم ليش الاعلام يتحسسون من ايران؟ لا لا ككل، يعني ايران اللي وقفت ويانا واللي انا بالنسبه لي ما عندي موقف لا مع ايران ولا تركيا ولا السعوديه. يعني ولا الالبان الاكتيفيا اللي تجينا من السعوديه ليش ما حد يطرقها؟ لا انا جايك بالسؤال، جايك وجاي اقول لك. انا قلت لك هسه هاي بجانب ايران، بجانب السعوديه. نعم. شنو يعني مثلا السعوديه هسه بسليز ما نقدر نصنع السعوديه احنا؟ هذا سوء اداره البلد، سوء اداره الملف الاقتصادي. يعني الحكومه، كل الحكومات دمرت الصناعه، دمرت الصناعة بالبلد. وشجعت الاستيراد، هاي اثنين. ثلاثة، الولايات المتحدة الأمريكية تمنع إعادة الكهرباء إلى العراق، والدليل اعتراضها على الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية. هي تري شركة جنرال إلكتريك، وهي ايش قدمت إن من 2003 لليوم الأمريكان ايش قد سرقوا أموال في قطاع الكهرباء، ايش قد سرقوا أموال في قطاع النفط، ايش قد سرقوا اموال الامريكان في قطاع التسليح؟ ليش الطائرات الاف 16 اللي طوناها مو نفس المواصفات اللي عند اسرائيل والسعوديه؟ ليش الجيش العراقي في المنطقه اضعف جيش، فقط عندنا 25 طائره؟ ليش الولايات المتحده الامريكيه تمنع تسليح الجيش العراقي؟ عندنا قوه على الارض وقوه شجاعه وقادره على اكتساح اي دوله، لكن بدون السلاح الجو، بدون منظومه الدفاع الجوي، ما يمكن الجيش أن يقاوم أي اعتداء. تعتبر العراقي يمكن يساري؟ ليش يساري؟ بس هم يعتبروها أن أنت ما جاي تنصاغ القرارات مثل ما ينصاغ دول الخليج. لا، يردون العراق تابع للسياسة الأمريكية، يردون العراق يطبع علاقاته مع الكيان الصهيوني، وهذا الشيء يرفض الشعب العراقي مو النظام. يعني لو ترجع للنظام يطبعون العلاقة مع الصهاينة، لكن هذا الشيء مرفوض. نظام سياسي؟ نظام سياسي الموجود. بس اعتقد ان القانون الجرائم بالماده 64 اعتقد يجرم التطبيع مع اسرائيل. التطبيع هو موضوع يعني اصبح موضوع يخص الشعب العراقي، الشعب العراقي بكل فصائله بكل اطيافه بكل قومياته يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. وليس للنظام السياسي الموجود دور في رفض التطبيع. ايدي كوهين الصحفي الاسرائيلي يقول بتغريده عنده على تويتر، يقول احنا عندنا سفاره افتراضيه داخل بغداد، واللي هي يقول إسرائيل تتحدث بالعربية، يقول جاي نتواصل بيها مع عراقيين ونشوف أكو قبال قوم من العراقيين نحو التطبيع. شنو ردك على هذا الكلام؟ إسرائيل إذا كانوا موجودين في بغداد فهم موجودين بالسفارة الأمريكية، مو موجودين بسفارة مستقلة وترفع علم. هذا واللي يقول عليهم يجون يراجعونهم. هم شل من المنحرفين والسفلة اللي هم خانوا العراق اولا وخانوا شعب العراق، واصبحوا اذناب للاجنبي واصبحوا اذناب للسفاره الامريكيه. فلا يوجد عراقي اصيل شريف من كل قوميات البلد ان يتعامل مع الكيان الصهيوني. وموضوع التطبيع من سابع المستحيلات ان يحصل في العراق. زين، انت سامع تصريح لاحد السياسيين يقول
ممكن يجي التطبيع قرار التطبيع من النجف؟ هذا ترهات من عنده، هذا فد واحد أنا ما أعتبره سياسي وإنما أعتبره طوباوي، أعتبره يعني يغرد خارج السرب. شنو طوباوي شيخنا؟ هذا أعتقد مصطلح عشاري. لا مو مصطلح عشاري، هذا مصطلح فلسفي اجتماعي، يعني هذا عنده أفكار يجيبها من خياله. يعني أفكار ما تتطبق على أرض الواقع. شنو النجف؟ النجف مرجعية العالم للمذهب. شنو يجي التطبيع من النجف؟ شو يقصد؟ يعني هو اتهم جهة معينة خلته في حجم الطبيعي وحجم الحقيقي، وهو مجرد يعني وطواط أنا أعتبره، وليس سياسي. مزيان اللي يقول التطبيع يجي من النجف، هذا هو يدعو للتطبيع. اللي يقول التطبيع يجي من النجف، النجف بها المرجعية، مرجعية المذهب الشيعي، وتعتبر مرجعية الإسلام. زين زين شيخ، عاصمة المسلمين النجف. بما يخص التطبيع، هسه كأكراد يقول لك أنا ما عندي إشكال، كسن الأرضية مهيئة، ناس منهارة، نازحين، مدمرين، مهمشين، يقول لك أنا كل شيء بس خل أخلص. تبقى مشكلة الشيعة، أكو شيعة يسمونهم شيعة السعودية وأكو شيعة إيران. هسه الشيعة السعودية ذولا ما يميلون لإيران، عصيين على القرار، دائما يغردون خارج السرب، وأنت تعرف أنا إيش أقصد بها. ممكن إنه إحنا نشوف ضغط مستقبلي راح يجرنا إلى نزاع شيعي شيعي، بعدها راح نتوجه إلى التطبيع إحنا أو الأقلمة، ومن ثم نذهب إلى التطبيع. إحنا ما عدنا شيعة تابعين للسعودية وشيعة تابعين لإيران. إحنا بالعراق المرجعية عدنا بالنجف، وإحنا سادة وزعماء الشيعة في العالم. أنا أقصد سياسياً، مو حتى سياسياً، مو كمذهبياً. إحنا حتى سياسياً الشيعي عد ارتباط مذهبي ويقلد مرجع، مو بكيفه، يعني يصدر بكيفه يعني قرارات وهو شيعي وحاط المذهب هوية بجيبه. يعني مصطفى الكاظمي يأخذ قراراته من النجف مثلاً؟ إحنا مصطفى الكاظمي منع، المرجعية موجودة وهي تقرر، باكر المرجعية ذات قرر الكاظمي ما يبقى. المرجعية بخطبة استقال عادل عبد المهدي، والآن بخطبة تقدر يعني يستقيل الكاظمي، ما يقدر يواجه. حيدر العبادي، حيدر العبادي والله لو تجي للحقيقة تسألني أنا أعتبر حيدر العبادي أنجح رئيس وزراء عراقي، أنجح رئيس وزراء عراقي أعتبره هو حيدر العبادي. شلون؟ ولو كانت الكتل السياسية منصفة أن تعيد تنصيب حيدر العبادي رئيس وزراء العراق، لأنه رجل قاد البلد إلى النصر في مرحلة حرجة، وفي مرحلة البلد عانى بيها اقتصاديا. لك هذا نصر مرجعية، فتوة مرجعية وفتوة حيدر العبادي. لا أنت مو سألتني على حيدر العبادي. يعني فتوة المرجعية طبعا دعم للحكومة كانت، يعني أنطت قوة للقوات المسلحة المنهارة كانت واللي انهزمت واللي عافت سلاحها، ففتوة المرجعية فكانت داعمة وساندة وتحقق النصر. ولكن احنا ما نقدر نقول بأنه فقط الحشد حقق النصر ونبخس جهود القوات المسلحة بالجيش العراقي والشرطة الاتحادية وكافة الفصائل. فحيدر العبادي كان رئيس وزراء ناجح، قدر أن يقوم أو يسند الاقتصاد ويعبر الأزمة الاقتصادية، قدر أن يحقق النصر بدعم الجميع، وكان مظلوم لما حرموا من رئاسة الوزراء. حيدر العبادي مظلوم؟ إيه مظلوم. إيه ما رشحته أنتم؟ هسه أنا قاعد أحكي لك حقائق، أنا ما جامل. يمكن لو يمي أنا هسه بيدي قرار أجيب حيدر العبادي وأخلي رئيس وزراء. تعارض الفتح؟ أنا رأيي هذا الشخصي، ما أمثل الفتح، وأنا أقول الفتح اليوم لو كانوا مختارين حيدر العبادي لكان أفضل حال من الوضع الآن. يعني كان قبولكم بمصطفى الكاظم على مضض؟ أنا شخصيا على مضض والله. يعني هو لو الزرفي فإحنا نقبل بالكاظمي أفضل من الزرفي؟ هسه لا تخليني أنت تقارني بين الزرفي أخي وزميلي وبين الكاظمي، وهي شلون صارت العملية، صارت فيها تدخلات خارجية، ظرف البلد حرج، الشارع مشتعل، رئيس الجمهورية رفض 3 مرشحين أو 4، وصار الخيار على الكاظمي، اختاره الكاظمي، نسأل له التوفيق. طيب شيخ، أروح الفاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود.
من جديد عدنا مشاهدين الكرام لتكملة الحوار مع نائب الشيخ عبد الأمير الدبي عن كتلة صادقون. حياك الله شيخ من جديد. شيخنا، يعني هنالك حديث يقول بأن هنالك توتر داخل تحالف الفتح على اعتبار أنه كان أكو إخفاق باختيار رئيس وزراء، باختيار مرشحين الوزراء، وهنالك ربما انشقاق من كتلة صادقون، وربما حتى تلحق بها كتلة السند والتحالف مع دولة القانون. لا بالعكس، اليوم التحالف الفتح يعيش في أحسن ظروفه بوجود الأخ أبو حسن العامري، وبوجود الشيخ قيس، وبوجود الأخوة محمد الغضبان وأحمد الأسدي وكل الأخوة الموجودين، وإحنا راح نخوض الانتخابات بنفس الفصائل الموجودة سابقا، وأصبح اتفاق اليوم كل دائرة يرشحون بها مرشح واحد وتدعم كل الفصائل اللي خاصة بالفتح، وماكو أي خلاف وماكو أي انشقاق، والفتح متماسك، وهدف الفتح هو مصلحة البلد وبنائه وتصحيح العملية. زين شيخ، اعتراض عندكم على الإشراف على الانتخابات من قبل مجلس الأمن، ما أعرف شنو هذا الاعتراض؟ احنا ما عندنا اعتراض، وإنما هو الأمم المتحدة منذ 2003 تدعي الإشراف والرقابة، ولكن كلها شكلية، لأنه الانتخابات بال 2005 كل الناس تقول بها تزوير، 2010 أو 2009 بها تزوير، 2014 وحتى 2018 كانت المفوضية تتكون من مندوبين أو مفوضين، وهذول المفوضين كانوا هم من قبل يمثلون الكتل السياسية. بس هو يقول لك أنه الأمم المتحدة كانت دورها المراقبة، المراقبة ماكو إشكال، ولكن هذه المرة إشراف، والإشراف تعرف أنت هذا لازم يتدخل بالقرارات ويتدخل بنتائج الانتخابات بالمصادقة عليها، فهذا كان التخوف من يمها. ولكن الغريب بالأمر أنه السيد السيستاني بلقاء ببلاس خارت ممثلة الأمم المتحدة قالها نصا الإشراف والمراقبة هي لضمان نزاهة الانتخابات. ليش رافضين هالحد؟ خب هذا أمر مرجعية وأنتم ولد المرجعية. ماكو رفض، منو قال رفض؟ يعني هو ماكو رفض، وإنما هناك ملاحظات وشروط. تحالف الفتح يقول لك كان الشيخ قيس الخزعلي، سمعت الشيخ قيس الخزعلي رفضها، قال هذا تدخل سافر، السيد نور المالكي قال هذا تدخل سافر. الأمم المتحدة غير مستقلة تحت تأثير اللوبي أو القرار الأمريكي. لذلك فإن تدخل الأمم المتحدة في هيك موضوع وهي تحت تأثير القرار الأمريكي أو السلطة الأمريكية، فاعتيادي راح يكون هناك انحياز وتدخل سلمي. طيب من هذه الناحية هناك مخاوف. شنو توقعاتك للانتخابات القادمة؟ سلاح سياسي ومال سياسي. يعني نتائجها قصدك لو إقامتها؟ إقامتها ونتائجها اثنين. إقامتها تم تحديدها 10-10 تعرف أنت من قبل الحكومة، ومجلس النواب أدى ما عليه، يعني لا ما صوت على ما أدى ما عليه، صوت على قانون الاقتراض الخاص بالانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية. شيخ نصوت عليه نكمله، لأنه أنت بعد عندك بعد 8 أشهر عندك، أنت لازم بس يبدي، أنت لازم شهر الثامن تحل نفسك. لا يمكن، لا قبل 60 يوم لازم تحل نفسك. لا يمكن مجلس النواب أن ما يكمل قانون المحكمة الاتحادية، وإذا ما كمل وصوت على قانون المحكمة الاتحادية فهو تقصير متعمد. وهذا قانون المحكمة الاتحادية أنا برأيي ما أعتقد راح يمر، لأن هو يحتاج إلى فقيه. زين هسه الفقيه الشيعي يقولون نريده شيعي، والسنة يقولون نريده سني، والأكراد يقولون إحنا وين موقفنا؟ لا إيش راح نجيبه؟ لا يتمرر. كاكا إيش راح يتمرر؟ إذا ما تمرر إذن هناك مؤامرة على تعطيل الانتخابات المبكرة، ويتحمل مسؤوليتها الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب. فما أعتقد هناك مجازفة في تعطيل هذا القانون. بس أنا أعتقد لازم يعبر. لازم يعبر. أنا أقول لك. أغلب الكتل السياسية ومن ضمنها الفتح وسائرون هم جادين لانتخابات مبكرة، ولكن الحكومة غير جادة لانتخابات الفتح مبكرة. وسائرون الفتح وسائرون مصممين على إقامة انتخابات مبكرة شهر العاشر. حس سائرون عرفنا عند جمهور مناطقي، وأيضا الفتح عند جمهور مناطقي مصمم على إقامة الانتخابات. وينها مناطقك اللي أقول هاي كلها بدرية، هاي كلها عصائب، نفوذنا موجودة. حس أنا من أقول سائرون أقول مدينة الصدر كلها صدرية. أنت ما تقدر تطلق على منطقة يعني كلها سائرون وكلها فتح. هو لا لا كدوار انتخابية. إحنا جمهورنا موجود وناسنا موجودة والشعب العراقي موجود. إحنا مو بس جمهورنا ينتخبنا. يعني كثير من أبناء الشعب العراقي العامة ينتخبوننا، اللي هم المحبين، وإحنا اللي قاعد نقدم لهم خدمات ونخدمهم. شيخ أنا أقصد إنه اليوم كان مثلاً أنا أسكن بالكرادة أقدر أنتخب من مدينة الصدر عادة طبيعي، لكن هذا قانون الدوائر المتعددة
راح يكون يحتاج إلى جمهور مناطقي. يعني اليوم أنا لازم من أطب الشطرة من يرشح شيخ عبد الأمير بالشطرة، لازم هاي الشطرة كلها تنتخب شيخ عبد الأمير. أكيد أكيد، يعني الدوائر الانتخابية أيضا هي كل 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 كتلة أو كل حزب أو كل مرشح إلى جمهور بهذه الدوائر. هو مو جابوا من المريخ وخلوا بهاي الدائرة. إيش قد راح تحصلون؟ إحنا؟ أي. إحنا على ما أعتقد يعني مقاعد الفتح إن شاء الله ما بين 45 إلى 55. نفس الشيء، أنا ما راح أسوي الشيء. يعني هاي أنت حسب حسابك، إجت كتل سياسية جديدة وإجت يعني. زين شيخ، هذا جمهور جديد. أنت 45 بالدورة 2018 أنت جبت 45 مقعد تحالف الفتح. والناس كانت هستوها فرحانة بيكم وحرب داعش، والناس بعد تذاكرتها موجودة الطيق والحشد والهوس. هسه مواقف تغيرت، هسه راح ينظر يقول لك بالسنة ارتكبها فلان جهة، هنا انتهكفها فلان جهة، هنا فلان جهة، هنا فلان جهة، بقنا دولار صعد، جوع، كل هاي شو راح تجيب 45؟ شو راح تقنع الجمهور؟ كل كتلة سياسية أو حزب عتها في طريقة علمية لخوض الانتخابات. وإحنا يعني موجودين بالجنوب الآن، كثير من قواعدنا الشعبية وناسنا هي متمسكة بتحالف الفتح، لأن يعتبرونه هو تحالف يمثل الجهاد، يمثل التضحية، يمثل الشهداء، يمثل الحشد الشعبي. فجمهوره موجود وفي تجايد الفتح؟ نعم. أعتقد سائرون اكتسحكم بالجنوب. لا، كل من عنده جمهورة. بس هو عبركم. أنت ما تقدر تحكم وتقول اكتسحكم. لا، عبركم عبركم. لا يعني يعبرنا مثلا هو الحكم أو الكلام الفصل إلى صندوق الانتخابات. عبركم بالناصرية ولا ما عبركم؟ شلون يعني عبرنا بالانتخابات؟ يعني بالمقاعد. بالمقاعد. إيه، ست مقاعد عندهم وإحنا خمسة. بالبصرة أنتم عبرتوهم. ما أتذكر يعني. حتى بالبصرة كان أكو فرق صوت واحد. أكو كانت بياناتنا يعني محافظات إنا ومحافظات إلهم. وأكو قسم لدولة القانون أصوات وللحكمة. هذا فتشي يعني مألوف. زين، برأيك من الكتلة راح تكون الخاسر الأكبر بالأحزاب الكبيرة بالانتخابات القادمة؟ كرأيك شخصي هسه، مو يعني كسياسي مطلع. الكتلة اللي ما قدرت تقدم للبلد. أفلام من الدبلوماسية شيخ فدوة. إلا ما أقدر أقول لك أنا كتلة تخسر. يعني مثلا أنت عندنا كانت كتلة الحكمة في انتخابات 2014 حصلت على 33 مقعد. أي 2018 21 2018 19 جابوا 19 عفوا، فإلهم موجود. لكن ال 19 اللي حصلوها أنا أعتبرها توازي ال 33 اللي حصلوها ب 14. يعني الشخصيات اللي اختاروها وأدائهم الآن اللي في مجلس النواب. فما أقدر أقول لك يعني كتلة سياسية تخسر، بس أنا أقول لك فتشي أكو كتل سياسية هرمت ما راح يكون لها وجود، وأكو كتل سياسية شابة ومحافظة على شبابها، وأكو كتل صاعدة راح يكون لها وجود. الصاعدة صادقون؟ صادقون صاعدة. إيش قد راح تجيبون توقعاتك؟ مقاعدنا كصادقون إحنا بالفتح، ما أقدر أقول لك إحنا كصادقون. كصادقون هسه خلنا نحكي. تجيب 16. إحنا الفتح قلت لك ما بين 45 إلى 55. إيش قد راح يكون نسبة صادقون؟ صادقون ما بين 20 إلى 25. من 20 إلى 25 نائب. إن شاء الله تعالى راح تحصلون عليها بإذن الله تعالى. زين، سجلها علي. هاي أسجلها؟ سجل، دخل المشاهد يسجلها. أنا أتمنى أن تكون نائب في الدورة القادمة. بس شفت قوائم السفراء؟ شفت. طلع شنو رأيك؟ هاي قوائم ترى قديمة مو جديدة. الأخيرة؟ الأخيرة هي قوائم نفسها، الأسماء عايدينها قديمة. يعني بداية الدورة مالتنا أغلبهم نواب. والنائب اليوم هو نائب، شلون يصير سفير؟ مثل ما النائب يصير وزير، النائب يصير رئيس وزراء. لا يعني السفير في الدرجة يعني مو يعني اليوم النائب هو درجة وزير. إيه. فما أعتقد نواب يقبلون أن يكون سفير. فأنا سألت هواي نواب قالوا يا بترى قديمة هاي وما لها صحة. رغم أنا أسجل تحفظ على السفراء لأنه بيها محسوبيات وبيها مجاملات. الشيخ عبد الأمير ما يقدر يصير سفير؟ أنا ما أريد أصير سفير. لأنه لا ما يقدر. لا مو ما أقدر، بس أنا اليوم السفير. أنت كرجل عشائري يا شيخ، يعني هسه من أخليك بالسعودية بالكويت همينة تقدر لهاي المجتمعات قبائلية تعرف شلون تجيب حق العراق. لا إحنا اليوم السفير عندنا أصبح يعني اليوم يودونا روح استفاد. إيه.
الكتل السياسية. مو روح مارس عملك الدبلوماسي في ذيك الدولة وحافظ على مصالحها. تغدر أغلب السفراء الآن اللي بأوروبا وأمريكا يهاجمون النظام، يهاجم الدولة مالته. أنت سفير تمثل نظام، تمثل دولة. شلون تعلن أنت يعني تسيء إلى نظامك أو دولتك اللي أنت سفير عنها؟ قصدك تصريح سفير واشنطن؟ تصريحات هواية، يعني مو تصريح واحد. سفير اليوم يروح يمثل طائفته ويمثل حزبه، فمو سفراء اللي عندنا اليوم، أنا متحفظ عليهم. مو سفراء عندنا؟ مو سفراء يمثلون البلد ويحافظ على مصالح البلد اللي موجودين أحد حالياً. الدول الموجودين حاليا يعني جعفر الصدر من ضمنهم، ابن مرجع وعنده تاريخ سياسي. أخي ترى جعفر الصدر الله يحفظه، يعني أنا أشوفها قليلة بحق سفير. ها. المفروض رئيس وزراء جعفر الصدر. أي شنو سفير العراق بريطانيا الثانية؟ يعني بريطانيا المفروض يطالبون، تسببت في قتل العراقيين بالواحد وتسعين وبالألفين وثلاثة، المفروض يثيرون عليها دعوة قضائية بمجلس الأمن الدولي السيد جعفر الصدر، مو يروح سفير يقعد عندهم. فأنا أشوف قليلة بمقامه، يعني سفير بلندن المفروض هو رئيس وزراء العراق، مو صح؟ بعد هذا رأيك. أنا بس أنا أبدأ أسألك سؤال معين شيخ. لو كنت أنت رئيس وزراء وأنت طامح لهذا المنصب، تشكيلتك الوزارية مين راح تكونها؟ العراقيين. انطينا أسماء. من عراقيين الداخل. انطينا أسماء. ما أخلي ولا واحد عراقي جاي من برا، لأنه هذا العراقيين اللي جايين من مرة بداخلهم شوائب، بداخلهم أعقاد على الشعب العراقي، معتبرين الشعب العراقي اللي بقى يعاني من الحصار ويعاني من نظام صدام، معتبرين أحد أدوات النظام. سمي لي أسماء فدوى شيخ. أنت ليش تسبق الأحداث؟ أنا رئيس وزراء. لا افتراضية وداعتك. ما أقدر افتراضية لمصلحة العراق. أنت برأيك يعني هذا الشخص، أنت مثل ما قلت إنه جعفر صدر يستحق منصب رئيس وزراء، فممكن تقول له فلان شخص يستحق منصب وزير داخلية، فلان شخص يستحق يكون يعني وزير مالية. لو 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 أصبحت رئيس وزراء العراق، أنصب عبد الأمير يار الله وزير للداخلية. وزير الداخلية الدفاع. أي الدفاع أخلي عليها جمعانات. جمعانات نفسه متهم عد عليه قضايا أكو. أبدا، يعني رجل مهني أكاديمي عسكري عراقي أصيل. وزارة الزراعة منو تخلي عليها؟ وزارة الزراعة أخلي عليها تخون الذاكرة، كان عندنا عميد تبص الفلاحين عايش شيخ. لا لا احنا هذا منصب يجب ان ينجح. عبد الله خلف الجبوري كان عندنا عميد وصار بعدين وزير الزراعة. بذاك وزير مالية منو تخليه؟ وزير المالية اخلي ماجد التميمي. زين. تجارة محمد مهدي صالح. الصناعة ما عندي احد للصناعة. نعوفها شاغرة هاي. تربية التربية عادل فهد شرشال. صحة خافوا يقولون ان الناصرية كلهم. لا بعد انت مو المكتب الخاص راح تخليه كلهم طي بس بعدين تعوفها هذا هسه تنصب الوزراء المكتب الخاص خليه كله طي. وزير الصحة العلوان اللي استقال، اللي كان ببريطانيا. لا استقال. استقال بسبب صفقة العلوان لقاح الأطفال الفاسد. كيماديا. أي بسبب صفقة كيماديا. زين. ومنو تخلى على الخارجية؟ الخارجية صعب اختيار وزير خارجية العراق. ليش؟ لازم يكون على مواصفات. ما بي كفاءات العراق؟ لا كفاءات بس ما تحضرني أسماء. ياسين يعني. مجيد تخلي مثلا؟ منو؟ ياسين مجيد ما أعرفه. لو يمكن أقول لك ينجح بها نزار الخير الله. نزار الخير الله اللي هو وكيل وزير حال. وكيل وزير. ها. زين. بعد وزارة التعليم منو تخليه؟ وزارة التعليم نبيل كاظم الموجود الآن. ها. شبكة الإعلام العراقي. خلى نبيل جاسم. يستحق ويستاهل نبيل جاسم. نعم.
شو انت كلش بخيل ويكتلتك، تخلي لك واحد من العصائب من الصادقون. لا احنا نتعامل بعراقيه، ما اعطيت وزاره لاي واحد بيهم، نتعامل بعراقيه. لو قايل لي الثقافه ما بيها شيء استحقاق، لو قايل لي الثقافه اقول لك عبد الامير الحمداني. هسه انت هم بحصتهم اخذوا الثقافه ورأس الوزراء لهم، وبعد ما ياخذون الثقافه تعطيهم وزاره سياديه. لو سالتني على الثقافه نعطيهم وزاره سياديه بها فلوس بها كومشنات. مو لا احنا مو هيك شيء. مو هيك يعني انت سالتني سؤال ولازم اجيبك. يعني اجاوبك هو هذا يعني ضرب من الخيال، بس انا انطيتك شخصيات مهنيه يعني قادره على النهوض بـ بـ بالوزاره ومهماتها. فكل الشخصيات اللي اعطيتك اياها هي مجربه بالنجاح. زين وما عليها حكي وكلام شيخ. انا قبل لا اختم عندي فد موضوع معين حتى اختم به، بس راح اختبر به حريه الاعلام بهذا السؤال. نعم. يقال انه عبد الامير دبه هو اكثر شخص وقف المشاريع في مدينه الناصريه. يا رب دخيلك. يقولون مدن الالعاب في مدينه الناصريه كلها عزلوها خلوه بس وحده تابعه له. مسدوده مدينتي. يقولون كلها عزلت خلوه بس هاي وحده تابعه له وهي تشتغل. بالعكس بامر من يمه. لا 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 هذا ظلم وتجني. انت هسه لما تجي وتسوي استفتاء عند اهالي ذي قار تشوف الاكثر مقبوليه هو عبد الامير الاتحيوان. موضوع توقف المشاريع موجود محافظ وموجود حكومه محليه، ما لي دور انا بيها. بالعكس انا داعم للحكومه المحليه في انجاز المشاريع. اثنين مشاريع اللي موجوده اللي انا ساهمت بها بالمحافظه كلها مشاريع انسانيه وبها خدمه، مثلا طريق القطيعه اللي نفذته وزارة النفط شركة نفط ذي قار، أنا من كنت قائم مقام أطالب به وتنفذ ونجح الشارع. فكل المشاريع أنا داعم لها بالمحافظة. طيب شيخ حتى مدينة الألعاب أنا سويت مدينة الألعاب بال 2013 وبسبب الحروب وبسبب الآن مغلقة مسدودة الناس ما تجي، يعني ما تبحث عن ألعاب وسياحة ومغلقة الآن والكل يعرف مدينة ألعاب الناصرية هي أصلا هم مسدودة بسبب ظروف البلد الأمنية، وهن ذني مدينتين عندنا بالناصرية، مدينة بالناصرية المركز ومدينة بالشدرة. شلون أنا أسد مدن الألعاب؟ أنت شلونك بالسوشيال ميديا؟ نشط لو نشط. قريت آخر تسريبات عليك؟ شني؟ اعتقال ابن أخوك بتهمة تهريب النفط. هاي ابن أخوي موضوع ابن أخوي تهمة للتسقيط لي يعني مو. وأنا أقول شوف الشباب ولد أخوك قولي واحد منهم هم معتقلينه. إحنا بريئين من هاي، هذا ولد أخوي وياي. شكرا لك شيخ، يعني أنا أشكرك لين تحملتني بسعة صدرك. يعني كانت أسئلتي ربما شوية جريئة. بالعكس هو المفروض هيك الإعلام الناجح يسأل أسئلة غير مألوفة وحتى يشوف رد الفعل عند المقابل إذا كان صريحا أو غير صريح. شلون شفتنا بالحوار إياك؟ ممتاز جدا. شكرا لك شيخ. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدين الأكارم على حسن المتابعة. انتظرونا في تغطية خاصة في أمان الله. We'll be right back.